المملكة العربية السعودية أرض السهول والجبال والبحار، ولكنها أيضا أرض أكبر صحراء، وهي صحراء الربع الخالي. فإن حدث وتركت مدنها وخلجانها واخترت السير في أراضيها النائية، صحارى كانت أو جبال، فقد يكون التيه من نصيبك. احذر ذلك، فهناك بالفعل من يضلون طريقهم. هذا هو حال مفقود الخاصرة، هذا اسم الوسم الذي انطلق على المنصات، مفقود الخاصرة، من فريق تطوعي اسمه وسم للبحث عن رجل سوداني مفقود كان قد ضل طريقه بعد أن تركه صديقه تحت شجرة في منطقة جبلية بالقرب من العاصمة السعودية الرياض. يقال إن الرجل السوداني لم ينتظر عودة صديقه وتنقل في المنطقة بين الجبال وتاه، لكنه كان محظوظا إذ تم العثور عليه بعد 24 ساعة، ونشرت فرقة وسم الفيديو التالي بعد أن وجدوه. اشرب واجد معليه، الماء بشربه، أبشرب الماء، أبشرب الماء، لكن شوي شوي أزي لصحتك. اذكر الله وريح، ارتاح، ارتاح. ترجع للسودان إن شاء الله ونطيبه بخير، الحمد لله. هذا المسكين الذي عثر عليه يبدو أنه في حالة صعبة، لكنه أثار حفائظ المتابعين وبعضهم مشيدين بالعمل الذي قام به المتطوعون. هنا عثمان يقول: السعوديون هالنخوة وشهامة وكرم، ربنا يعظم أجركم إن شاء الله. أما هنا عبد الله يتساءل: أولا جزاهم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتهم، عندي سؤال، لماذا السودانيون هم الأكثر تيها في الصحراء السعودية؟ هذا سؤال، يعني سؤال المليون دولار ربما. أما هنا أزاد: يعملون في تربية المواشي. ربما يرد عليه أزاد: يعملون بتربية المواشي غالبا في قرى وسط الصحراء بعيدا عن المدن. يتحدث مشاهدينا عضو فريق وسم التطوعي عايض عباس الدوسري عن المكان الذي تاه فيه الرجل. من بحث ومن تعنق ومن شارك فريق وسم اليوم عينه في أطوار العمار في الشعب ذاك. الله 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 يكتب أجر الجميع ولا يهينكم يا المطاليق. ما عاد قدر يروح، خويه حول أمس لين جاء عزبة هناك، وذا طاح تحت الشجرة والعاد احتال يحترس. فالحمد لله رب العالمين، والله يكتب أجركم. إذا نهاية سعيدة لهذا الرجل، ولكن هذا ليس حال كل من يضلون. في إحصائية تمت العام الماضي فقد 131 شخصا وهم يعبرون الصحراء في السعودية، نحو 100 منهم تم العثور عليهم وعشرون آخرون لقوا حتفهم في الصحراء من غير مأوى أو أكل أو حتى شراب. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.